اجونا نازحين من ريف حماة الشمالي بلدة التح، وعنا خيام كانت في منظمة دعمت لنا قبل المجال هذا، وساعدناهم من امبارحة ليوم صرنا مدة نهارين بنساعدوا بتركيب الخيام ونساعد الأهالي كلياتهم لحتى يسكنوا يخطون. عنا ضيوف اجانا من عوائل من حماة حوالي 20 عائلة سكنناهم هون، العائلة يعني حوالي 200 شخص وقابل للزيادة، والمجلس المحلي عندنا نحن مو قادر يغطي كل هالنفقات، من ناشد كل المنظمات الموجودة في المحرر تساعدنا عشان نكفي هالعمل عم نقوم فيه نحن. طبعاً نتيجة القصف الهمجي مضيعة، شلنا شوية أغراض بس والحمد لله، هيك الله رايد الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. الدار انهدت الحمد لله، ومرتين ثلاث تعرضنا للقصف على الطريق. عددنا الضيعة كان طلعنا شيء 200 شخص، اعطونا 20 خيمه قدراتهم هاي بس، ما عندهم شيء، ما في شيء ثاني غيره. إيه نحن هلا متأملين من المنظمات الثانيه الموجوده في المحرر انه تساعدنا وتبعث لنا شيء اسعافه من مأوى ولباس سفنج احرامات اغذي المتطلبات الحياه الاساسيه. Thank you.